رئيس الجمهورية يشارك إلى جانب نظرائه رؤساء الدول وممثليها في حفل تنصيب الرئيس التركي الذي انتخب لشغل ولاية خامسة. المدير العام لشركة أعطى سويلار التركية للتحويل والاستثمارات العامة تجري محادثات مع رئيس الجمهورية بشأن إمكانية استثمار شركتها في البلاد. ووزير المالية والميزانية يناقش مشروع رقم إثبات الهوية الموحدة مع مدير الجمارك وعمد دوائر العاصمة العشرة. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى نشرة الأخبار من الفضائية التشادية. شارك يوم أمس رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بمدينة أنقرة العاصمة التركية إلى جانب نظرائه رؤساء الدول وممثليها في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي انتخب لشغل ولاية خامسة. تقرير الحبيب حامد محمد. بحضور أكثر من 22 رئيس دولة و 28 رئيس حكومة من دول العالم، إضافة إلى عدد من ملوك الدول والأمراء والرؤساء الأفارقة الآخرين، وبدعوة رسمية من الرئيس المنتخب للولاية الثانية لرئاسة الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان، شارك بعد ظهر اليوم فخام الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في حفل تنصيب نظيره التركي، والذي فاز في الانتخابات الرئاسية التركية في أواخر شهر يونيو المنصرم، وذلك بنسبة 52%. وبهذا يتوج الرئيس طيب رجب أردوغان رئيسا للجمهورية التركية لولاية ثانية. وفي ولايته الأولى شهدت الجمهورية التركية نهضة عظيمة ونموا اقتصاديا شهد له العالم أجمع، رغم أن المنطقة والعالم تشهد تطورات اقتصادية كبيرة. ولعب الرئيس طيب رجب أردوغان في ولايته السابقة دورا مهما في نزع فتيل الأزمات سواء في دول الخليج أو الشرق الأوسط، وأبرز هذه الأدوار هو محاربته للإرهاب، والأمر الذي جعله يضع الجمهورية التركية في قائمة الأمم المتحضرة. مناسبة حفل التنصيب التي حضرها فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو جانب نظرائه رؤساء العالم والدول الأفريقية لم تشهد كلمات عديدة، حيث بدأت بعزف السلام الوطني التركي. ومن ثم جاء الرئيس المنتخب طيب رجب أردوغان بصحبة السيدة التركية الأولى السيدة منى أردوغان، ومن ثم قدم الرئيس أردوغان كلمة ضافية قدم فيها برنامجه السياسي لجمهورية التركية طيلة فترة ولايته، حيث تعهد باتباعه وتطبيقه للدستور التركي من خلال انفتاح تركيا نحو العالم وتقوية الديمقراطية ورفاهية الأسرة التركية ومد جسور التواصل بين الأشقاء والعمل على الأمن والسلام ومحاربة الإرهاب وغيره، كانت أبرز النقاط التي تناولها أردوغان في خطبة حفلة تنصيبه. وبعد نهاية الخطبة قدم مفتي الديار التركية دعوة سائلا فيها الله بأن يعم تركيا الخير والنماء وأن يحفظ شعبها ورئيسها ويعم السلام دول العالم ويحفظها. مشاركة فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في حفل تنصيب الرئيس أردوغان كانت بدعوة من الجمهورية التركية ورئيسها، لأن بلادنا تشاد تربطها بالجمهورية التركية علاقات قديمة وأزلية تمتد منذ العهد العثماني أي ما قبل القرن الثالث عشر. الرئيس طيب رجب أردوغان قام بزيارة عمل وصداقة في مطلع العام الجاري، وهذا كله ينصب في إطار تعميق العلاقات بين الدولتين. وخرجت هذه الزيارة بنتائج محمودة أبرمت خلالها عدة اتفاقيات في مختلف مجالات التعاون. كان ذلك تقرير الزميل الحبيب حامد محمد حول تنصيب الرئيس التركي لولاية ثانية. وبعد قضاء ليلة واحدة في العاصمة التركية أنقرة، استقبل صباح اليوم رئيس الجمهورية السيدة نازاكيت أمينة أنوسي المديرة العامة لشركة أعطى سويلار للتحويل والاستثمارات العامة، وتعمل الشركة في مختلف مجالات البنية التحتية. الحبيب حامد محمد للمرة الثانية. لقاء استمر قرابة الساعة تقريبا، عرض كل الفرص الممكنة لعرض التعاون بين شركة أنا سوي والبلاد في مختلف مجالات البنية التحتية والإنشاءات وغيرها،
وتعمل شركة أناسوي في مختلف الدول الأفريقية وخاصة في مجال التمويل والطاقة النظيفة والصناعة وتنمية المجالات الحيوية كالزراعة والثروة الحيوانية، وهي عزيمة في الدخول إلى جمهورية تشاد. وخلال المقابلة قالت السيدة أمينة أناسوي المدير العام لشركة عطا سولار بأن شركتها عملت مشاريع كثيرة في الدول الأفريقية وآسيا وأمريكا اللاتينية، وهدفها فتح جسور التعاون جنوب جنوب وعلى الدول الأفريقية، وكذلك نقل التجربة التركية إلى دول العالم. وقالت إن الهدف من مقابلتها لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو هو جاء استجابة لنداء تشاد لرجال الأعمال في العالم بمرافقة تشاد في برنامجها الرامي إلى التنمية الوطنية، وأضافت بأنها عزيمة في الدخول إلى تشاد بكل ما تملك من تجربة في مجالات الاستثمار المختلفة. من جانبه أكد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو للسيدة أناسوي بأن أبواب تشاد مفتوح لرجال المال والأعمال وأرباب العمل، وستقدم لهم كل التسهيلات الممكنة، وأن جمهورية تركيا تربطها وتشاد أواصر أخوة وتعاون مشترك قبل القرن 13، ورغبة شركة عطا سولار في العمل بتشاد تترجم الرغبة التركية في مساعدة تشاد نحو النمى. وننوه أن مجموعة عطا سولار التابعة للسيدة نزاكت أمينة سوي مولت ونفذت أكثر من 150 مشروعا في الدول الأفريقية ومختلف دول العالم. كما استقبل رئيس الجمهورية الاتحاد العام للطلاب التشاديين الدارسين في تركيا وقبرص، وتناول اللقاء عدد من القضايا أبرزها عقد ملتقى للطلاب التشاديين في البلدين. نبقى دائما مع تقرير الحبيب حامد محمد. التفكير في الوطن وحبه والعمل من أجله ونقل التجربة التركية إلى تشاد هو بيت القصيد من المقابلة التي جمعت فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو واتحاد الطلبة التشاديين الدارسين بالجامعات التركية وقبرص. وخلال المقابلة التي جمعت فخامتهما اتحاد الطلبة التشاديين، قدم رئيس الاتحاد السيد تيمان أحمد جرو قدم فيها برنامج الاتحاد في تركيا ودور الطلبة التشاديين هناك، وخاصة في نقل الثقافة التشادية وإبراز دور البلاد في هذا البلد المهم الذي يتوسط آسيا وأوروبا. ومن ثم أضاف السيد تيمان في كلمته بأن الاتحاد ينوي في إقامة ملتقى يجمع كل الطلبة التشاديين في تركيا وأوروبا وآسيا بغرض عرض الفرص الممكنة للاستثمار في تشاد وإبراز أيضا حضارتها وعلاقتها مع دول العالم. كما يتناول الملتقى خيرات تشاد الزراعية والثروة الحيوانية والثروة المعدنية وغيرها. وقدم السيد تيمان رئيس الاتحاد دعوة باسم الطلبة إلى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بحضور الملتقى، والذي من المفترض بأن يعقد في أواسط شهر أغسطس القادم في مدينة أنقرة العاصمة التركية، ولكن فخامته كلف وزير التعليم العالي كي يمثله في هذا الملتقى. لقاء كان فريدا من نوعه، حيث انتجدت فيه روح المواطنة والأبوة والحنين إلى الوطن، حيث طلب فيه فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من أبنائه الطلبة نقل التسامح التشادي المعروف وإبراز صورة تشاد الحقيقية دون الرجوع إلى التدخل في مشاكل الغير، وأن يكونوا رسل سلام ونموذجا أمثل للإنسان التشادي. وطلب منهم باعتبارهم مسؤولية المستقبل وقادة تشاد الغد يجب عليهم نقل التجربة العلمية التركية إلى تشاد، وخاصة الطب والتكنولوجيا والهندسة المعمارية وغيرها. هذا اللقاء كان أيضا بحضور وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي السيد شريف محمد زين، والوزير الأمين العام النائب لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد النظيف يوسف، ومدير المكتب المدني النائب رئيس الجمهورية السيد محمد جمال الدين إبراهيم، وسفير تشاد لدى الجمهورية التركية. ومن الجدير بالذكر أن الطلبة التشاديين الدارسين بالجامعات والمعاهد التركية وقبرص يبلغ عددهم أكثر من 505 طالب يدرسون في تخصصات مختلفة. عاد ظهر اليوم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى العاصمة أنجمينة قادما من العاصمة التركية أنقرة، وذلك عقب أن شارك في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله العاصمة أنجمينة بمطار حسن جاموس الدولي عدد من كبار الشخصيات، في مقدمتهم وزير الدولة والوزير المستشار برئاسة الجمهورية الدكتور نور الدين دلوا كاسير كوماكوي وبعض أعضاء الحكومة ومساعدي رئيس الجمهورية بالأمانة العامة في المكتب المدني. استقبل صباح اليوم وزير البنية التحتية والنقل عبد الرحمن مختار محمد
استقبل بمكتبه السفير الإماراتي لدى البلاد سعادة محمد علي الشمسي، وتباحث الطرفان خلال اللقاء أهم المشروعات التي تعهد بتنفيذها المستثمرين الإماراتيين وحكومة دولة الإمارات خلال أعمال الطاولة المستديرة التي عقدت بباريس بمدينة ومدينة أبوظبي الإماراتية، حيث رحب الوزير بأي مشروع تنوي تنفيذه دولة الإمارات مبديا كل الترحيب والتسهيلات الإدارية للمستثمرين الإماراتيين في تعزيز الخطة الوطنية للتنمية. هذا وعقب المقابلة قال السفير الإماراتي إن بلاده والمستثمرين عازمون في دعم مساعي الخطة الوطنية للتنمية من خلال تنفيذ تعهداتهم خلال أعمال طاولة باريس المنعقدة العام الماضي. الهدف الرئيسي هي أهمية وزارة البنية التحتية. هذه الوزارة المهمة التي ترتكز عليها جميع الأمور الاقتصادية. نحن لا يمكن أن ننفذ في المستقبل عمليات اقتصادية أو مصانع إذا ما كانت البنية التحتية أقل شيء مهيئة للمستثمر الإماراتي ليستطيع. تكلمنا أنا مع معالي الوزير عن الاستثمارات التي تمت، تكلمنا أيضا على العمل مع معالي الوزير ومع الوزراء الآخرين على أهمية تفعيل الخطة الوطنية التشادية الاقتصادية واستغلال ما تعهدت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة في 2017 في الطاولة المستديرة في باريس ب 150 مليون دولار. احنا نريد نفعل الخطة الوطنية واستغلال هذا التعهد الذي قامت به دولة الإمارات. فكان هناك توافق بيني وبين معالي الوزير، كان حقيقة الأمر معالي الوزير تفهم كثير، ونحن نتطلع للتعاون المشترك بين دولة الإمارات ومتمثلة في سفارة دولة الإمارات في أنجمينة مع معالي الوزير لتنفيذ المشاريع التي تخدم الشعب التشادي إن شاء الله. مناقشة مشروع رقم إثبات الهوية الموحد هو محور الاجتماع الذي جمع وزير المالية والميزانية عيسى محمد عبد المحمود بكل من مدير الجمارك وعمدة بلدية أنجمينة، بالإضافة إلى عمد دوائر العاصمة العشرة. كان ذلك بحضور المسؤولين المعنيين. جرت المناسبة بقاعة الاجتماع بالوزارة. تقرير ديقة محمد. ضمن سلسلة النشاطات التي تقوم بها وزارة المالية والميزانية والتي تتمثل في التنمية الاقتصادية للبلاد، جاء هذا الاجتماع الذي قدم فيه وزير المالية والميزانية عيسى محمد عبد المحمود المشروع الجديد المسمى بنيفي رقم إثبات هوية موحدة، وأن هذا المشروع يسمح للوزارة بتنسيق ومراقبة تداول الأموال في شتى المجالات الحيوية في البلاد. كما قدم الوزير رسالة إلى كل المواطنين موضحا فيها عن الأهداف الرئيسية للمشروع. النمرود إيدنتيفيكاسيون إنيك، يعني أي تشادي من عند 18 سنة يقيد النمرود، لو تاجر لو ما تاجر، لو عند شركة ولا ما عند شركة. النمرود دي الزول اللي عند شركة كله دي بس نمرة عن شركته، والزول اللي ما عند كله يقيدها ويقعد باس دي دوني. الباس دي دوني ده يكون في محل النوتير، في محل المارشي بيبليك، يقول في اي محل، ويكون في الدي كومين هنا الامدوسمان. اي تجارة اي ترانزاكسيون الحكومة تقعد اين فوقها. لو زول اشترى خنماية الحكومة تعرفها، لو زول اشترى بيت الحكومة تعرفها. ده السيستم اللي دايرين نعمله هنا باس دي دوني. ده هذا بروجي، ده البروجي ده الكومين دول بيساعدونا ونخطو ان شاء الله سير بلاس، والبروجي ده يمكن يخلي تشاد يعني تكون ما عندها اي مشكله هنا الريست. هذا وننوه بأن هذا المشروع على قيد التنفيذ يضم قاعدة معلومات لكل من مؤسسات الأمن الاجتماعي والأسواق العامة والشركات الخاصة والشبكات الموحدة وشبكات الاتصالات. انطلقت اليوم بأحد فنادق العاصمة أنجمينة أعمال الطاولة المستديرة التي نظمت من قبل اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي بالتنسيق مع المنظمة الدولية للعمل والمفوضية النرويجية، وذلك تحت شعار دور الحوار الاجتماعي وإنعاش الاقتصاد التشادي، حيث أطلق فعاليات الطاولة المستديرة وزير الوظيفة العامة والعمل والحوار الاجتماعي
علي أمبدو بحضور سفير مملكة النرويج بمالي والنيجر سعادة أولي أندرياس لينمان. تقرير حسن جدة عمر. تبادل المعلومات عبر الحوار الاجتماعي حول القضايا المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية هو الهدف الأساسي الذي جمع المشاركون في أعمال هذه الطاولة المستديرة، ذلك لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بإنعاش الاقتصاد الوطني، خاصة وأن البلاد تعيش وضع اقتصادي صعب يتطلب القيام بذلك. طاولة المستديرة أخذت موضوع الحوار الاجتماعي من أجل إنعاش الاقتصاد التشادي، بدلت بتنظيمها اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي بالتنسيق مع المنظمة الدولية للعمل وكذا المفوضيات النرويجية بغية وضع حلول ناجعة لإنعاش الاقتصاد الوطني عبر الحوار. طب روندا اننا كوننا عشان دايرين نغيروا الراي بين الطرف الحكومة طرف رجال الأعمال وطرف الباترون، عشان لابد بالحوار نقدر نلقوا حل للسيتياسيون هسا قاعدين فوقها. المكتب الدولي للعمل وعلى لسان ممثله وعد بدعم البلاد في مساعيها الرامية إلى تطوير المشروعات الاقتصادية وطرق تحسينها. مشاركتنا هذه تدل على قوة التعاون الفني بين المنظمة وجمهورية تشاد، وكذلك التعاون الفني بين المنظمة والشركاء الاجتماعيين والحكومة هنا في تشاد. مسافر دولة النرويج بكل من مالي والنيجر أشاد في حديثه بالعلاقات المتينة بين بلاده وتشاد، وقال إنه من الضروري أن تستفيد تشاد من الخبرة النرويجية في حلحلة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وأن بلاده ترافق الحكومة التشادية من أجل تحقيق أهدافها المنشودة. الخطاب الأخير كان لوزير الوظيفة العامة والعمل والحوار الاجتماعي ألين بادون بودومي، مشيرا خلاله إلى أن الحكومة التشادية أعطت الحوار الاجتماعي مكانة عالية، والدليل على ذلك إنشاء وزارة خاصة بالحوار الاجتماعي وكذا تأسيس اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي الجهة المنظمة لهذه الطاولة، كما أثنى على جهود الشركاء في سبيل تضحياتهم لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تحدد المسيرة التنموية للبلاد. وعقب حفل الافتتاح ناقش المشاركون موضوعات تتعلق بالحوار الاجتماعي في قلب التدابير الاقتصادية لحماية حقوق العمال والوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، للتحديات ودور الحوار في ذلك. حسن جدة للمرة الثانية. الحوار الاجتماعي في قلب التدابير الاقتصادية المتخذة لحماية حقوق العمال كان هو الموضوع الأول الذي شرع المشاركون في أعمال هذه الطاولة لمناقشته، موضوع تناول مسائل عدة تتعلق بكيفية إنعاش الاقتصاد الوطني وكذا ما يلزم فعله لحماية حقوق العمال في مختلف القطاعات سيما الاقتصادية منها. هنا قدم إسماعيل إبراهيم عضو المنظمة الدولية للعمل ورقة أكد فيها إلى أن الإنعاش الاقتصادي أمر لا بد منه، كما أنه يتطلب أحيانا استعمال الحوار الاجتماعي. أما الموضوع الثاني الذي دار الحديث حوله هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، التحديات ودور الحوار الاجتماعي في ذلك، موضوع استعمل فيه أسلوب الأخذ بالرأي والرأي الآخر، حيث قسم إلى محورين، الأول منه تناول الوضع الاقتصادي لتشاد بحد ذاته، أما شقه الثاني والذي استمر زهاء نصف ساعة كل أدلى برأيه فيه حول دور الحوار في معرفة التحديات الماثلة في الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد. قدمت اليوم بمقر مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان ممثلة الصندوق في تشاد بيانا صحفيا حول اليوم العالمي للسكان الذي يصادف يوم غد 11 من الشهر الجاري. نتابع جزء من البيان بترجمة عائشة أحمد دوجي. إن التخطيط والتنظيم الأسري ليست مسألة تتعلق بحقوق الإنسان فحسب، وإنما هو يعتبر أساساً لاستقلالية المرأة وتخليص الفقر والتنمية المستدامة. إن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل لصالح التخطيط والتنظيم الأسري في الدول النامية لضمان التوقعات الدقيقة لجملة من الافتراضات بطريقة حديثة لتعزيز الأنظمة الصحية الوطنية وفرض المساواة بين الجنسين. إن صندوق الأمم المتحدة للسكان NFPA يؤكد التزامه باستمرارية مساندته ودعمه للأعمال التي تقوم بها هذه الدول،
وذلك بقصد احترام حقوق الأفراد لا سيما المرأة بصفة خاصة، وذلك لتنظيم الأسرة. إن نظرتنا تهدف إلى استجابة كل المطالب والاحتياجات في المجال التخطيط والتنظيم الأسري بطريقة طوعية في الدول النامية من الآن وحتى عام 2030، ولكن لا يمكن لنا وحدنا تنفيذ ذلك. لذا فإن الحكومات والنواب البرلمانيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني يجب عليهم أن يتحدوا إلى التوصل إلى هذا الهدف. وفي هذا اليوم العالمي للسكان، فإن الصندوق يدعو الحكومات لاحترام التزاماتها ومعاهداتها المتعلقة بالحصول على العلاج وصحة الإنجاب. كما قدم اليوم المدير العام لسلطة تنظيم القطاعات البترولية في تشاد محمد حسين حسن بيانا حول التخفيضات الأخيرة لأسعار الغاز في كافة الأراضي الوطنية، جزء من بيان المدير في ميكروفون خليل حسن. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية إدريس ديبي أتنو الذي وضع من أولوياته جعل الغاز في متناول جميع الأسر في تشاد والحد من الآثار السلبية لاستخدام الحطب على البيئة، قامت الحكومة الأسبوع الماضي في تخفيض أسعار الغاز في السوق من خلال زيادة دعم الحكومة لهذا المنتج. اليوم تقوم سلطة تنظيم القطاع البترولي في تشاد بمهمات في الميدان من أجل التأكد أن الأسعار الجديدة تم تطبيقها في أرض الواقع، وكذلك السلطة تقوم بالتأكد أن أنبوبات الغاز تم تعبئتها بالكميات الصحيحة والمطلوبة. ستكثف سلطة تنظيم القطاع البترولي المهمات في الميدان حتى الاستقرار التام لأسعار الغاز في هذا السوق في تشاد. وبعد هذا البيان قام المدير بزيارة ميدانية إلى أماكن البيع ومحطات التوزيع للتأكد من تطبيق التخفيضات الجديدة. تقرير خليل حسن صالح. بعد التوقيع على القرار المشترك لوزارة المالية والميزانية ووزارة المناجم والتنمية الصناعية والتجارة القاضي بتخفيض أسعار الغاز ليكون في متناول جميع الأسر وبأسعار موحدة مدعمة من قبل الحكومة التشادية، ولمعرفة مدى تطبيق هذا القرار على أرض الواقع قام فريق من سلطة تنظيم القطاعات البترولية في تشاد بزيارة ميدانية إلى أماكن تعبئة أسطوانات الغاز وأماكن التوزيع ومحطات البيع. وقد توصل الفريق إلى أن أسعار الغاز كانت موحدة في كل الأماكن التي وقف بها وذلك بشهادة المستهلكين. بريد سامي كان شنارة يودينا 13 يوم 14 يوم. طبعا هذا الشيء كأدل وأجابانا، لكن الناس وارين جاي ورورو ناقص نقصين على كأسا بزيارة بيجي ناقص شيء أكو. أكو ما أورادا بأربومية رجعنا وزو. سهلة رجع ما عندنا مشاكل ما الناس سهلة. نال مشاكل لنا قالنا سأقول بزيارة أربومية ده ما في. وفي الوقت الذي تأكد فيه توحيد سعر أسطوانة الغاز فقد تأكد أيضا أن تعبئتها بالمقياس الذي يحدد وزن أي أنبوبة كان وفق التسعير الذي نص عليه قرار الحكومة. شغل الخلا نزل يعني الحكومة دايما قاعد ببذر جهد ما بقول لنا هنا يعني هو في حق داير بسيب أمكن نقول لكم 240 ولا 250 دا أي زول كنفاد اللي جابوا تايدا بقول قالوا ديمي سينسان ولا كده عند ام بلاند روا يشكي ويسي اي شيء. اي زول يستعمل الغاز والغاز ده هو سيفر شغل خطير، انت تستعمل الغاز ده راحه لنفسك ونظافه وعند لك يعني صحه. ان توحيد اسعار الغاز وتخفيضه ليكون في متناول الجميع أمر لم يأتي من فراغ، وإنما قامت الحكومة بجهود دؤوبة شملت تدعيم هذه السلعة قبل اقتنائها وتعبئتها بعد الاستخدام من قبل المستهلكين بهدف تخفيف الأعباء المعيشية وحماية الأنظمة البيئية في تشاد. وفي المجال الأكاديمي وقع مؤخرا المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة مذكرة تفاهم مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة بالمملكة المغربية، حيث تنص هذه الاتفاقية على تبادل الخبرات والمعلومات بالإضافة إلى الدورات التدريبية بين المدرستين.
المزيد نتابع جزء من حديث المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة في ميكروفون آدم حسن المكاوي. بينا مشينا في المغرب أولا هدرنا في الفوروم هنا ناسيونز يوني في سيرفيس بيبليك، خدمنا مع المينيسترات كتير هنا ترافاي، خدمنا كتير مع ناس هنا ماروك، خدمنا في كلام الأكور عن بيننا وعن بين المغربيين. الأكور ده بقول شنو؟ بقول أننا كلنا أوبجكتيف حقنا نفرمل إليت هنا تشاد، هنا تشاد هم هنا دارو المغرب، والفرماسيون ده هم المغربيين فاتونا في شيء ودين فاتونا مثلا في كلام البيلينجيزم. البيلينجيزم ده أننا زلنا كندور جوا في تشاد وفي إدارة هنا تشاد. البيلينجيزم ده يخص التشادين كلهم، وندور نجيبوا أننا في إنادة نفكر في كلام البيلينجيزم ده، نسوي البيلينجيزم ده كيف ندرسه للناس نفهمه للناس، وفي الإدارة ذاتك البيلينجيزم ده نخطوه كيف عن بلاس. وده مغربيين هم في ده فاتوا بعيد دايرين نستفود من إسبرانس عنهم لكلام البيلينجيزم اللي نجيبوه في تشاد. وفرصة هنا الأكورد ذاتك ندر نسوي البورس، بورس هسا أنا تشادين بمشي في ماروك ده نقدر نشوله من الالف اجين انا هناك نودهم هناك نودهم بسوي استاج في ادمنستراسيون هنا من ماروك. وفي الاخير هسه عينينا للسفاره هنا السفاره هنا المغرب اللي في تشاد ذاته قابلناهم حجينا معهم، هم كلهم بيساعدونا كثير في الكوبراسيون هسه عم بيننا تشاد وعم بيننا الماروك. وماروك هسه هم شدوا بلين في الريلاسيون حقهم مع دول افريقيه، وعينينا ماروك ذاته عندنا علاقات كثير وأسأل أخذنا زودو وبيساعدونا كثير أننا في كونا سنة. وفي ذات السياق قدم اليوم رئيس لجنة تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية العامة دورة 2018 قدم بمقر الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا بيانا صحفيا حول استعدادات اللجنة لتنظيم امتحانات هذا العام. نتابع جزء من حديثه بترجمة ياسر تجاني كندل. تطابقا مع قرار السيد المدير العام للهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا الصادر بتاريخ 28 من مارس 2018، ستنظم في الفترة ما بين 16 إلى 21 يوليو الجاري السلسلة الأولى من الامتحانات التحريرية للشهادة الثانوية دورة يوليو 2018 بمشيئة الله، وذلك في 94 مركزا يجلس له 79,600 متهنا. السيدات والسادة، أود أن أؤكد أنه سواء على مستوى لجنة التحكيم التي أتشرف بترأسها أو على مستوى الإدارة العامة للهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا، فقد تمت كل الترتيبات واتخذت كل الإجراءات لضمان تنظيم هذه الامتحانات. وأن تهز هذه المناسبة لأعرب عن شكرنا وتقديرنا للحكومة التي ما فتأت تولي أهمية بالغة لتنظيم هذه الامتحانات، حيث وضعت تحت التصرف الإمكانيات اللازمة رغم الصعوبات الاقتصادية الراهنة. وفي هذا الصدد فقد تم إيصال جميع قوائم الممتحنين وكذا البطاقات الرقمية إلى مراكز الامتحانات المختلفة، وأنه ابتداء من يوم غد 11 من يوليو 2018 سينطلق رؤساء المراكز نحو أماكن الامتحانات. أدعو جميع الممتحنين للتوجه نحو مراكزهم ومدارسهم لسحب بطاقاتهم وللتعرف على الأماكن المخصصة لجلوسهم. أدعو السلطات الإدارية لمساعدة رؤساء المراكز، وعلى كل فإن تنظيم الشهادة الثانوية لدورة 2018 تستجيب للمتطلبات الأكاديمية المعهودة والتي يدفع بها الشركاء الاجتماعيين. أدعو أبناءنا الممتحنين للذهاب إلى أماكن امتحاناتهم وهم متسلحون بسلاح الثقة ومتحلين بالشجاعة الكافية. وفي إطار الجولات التي يقوم بها فريق من التلفزيون الوطني بشأن تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية العامة دورة 2018، وصل الفريق هذه المرة إلى مقر الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا الكائن بحي قاسي، وذلك بهدف التعرف على مستجدات استعدادات الهيئة. الزميل محمود موسى الفيل رافق الفريق وعد لنا التقرير التالي. مواصلة للجولات التي يقوم بها فريق من التلفزيون الوطني والتي تتعلق بتنظيم امتحانات الشهادة الثانوية العامة دورة 2018،
وصل الفريق هذه المرة إلى مقر الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا أونكس، وذلك للتعرف على مستجدات الهيئة واستعداداتها الجارية من أجل تنظيم الامتحانات بصورة مطلوبة. وعليه فقد لاحظ الفريق بأن كل الإجراءات الفنية قد اتخذت بشكل تام، وفيما يختص بالبطاقات المغنطة فإنها سلمت لمدراء المدارس التعليمية لتكون في متناول التلاميذ بغية مراجعتها والتأكد من صحة البيانات الشخصية لحامليها قبل الشروع في الامتحانات. هذا فيما يتعلق بالمترشحين الرسميين الذين قدموا ملفاتهم عبر المؤسسات التعليمية. أما فيما يتعلق بالمترشحين الذين قدموا ملفاتهم عبر الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا فإنهم يستلمون بطاقاتهم في مقر الهيئة. يومين ثلاثة رايقان نعدل فيها الكارت لأنهم خلات وشنو وإن شاء الله كله ماشي كويس. بهناك كل الكارت هنا سنترال برا من جمعنا كله وصل في ريجون دول كله لدي لقي دور رسلنا لهم وإن شاء الله كله الكنديدات لقوا كارت هنا. إن عملية تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية العامة لهذا العام على وشك الانتهاء، وهذا لدليل على أن الحكومة عبر الوزارة المعنية بالتعاون التام مع الجهة المكلفة بتنظيم الامتحانات اتخذت كل التدابير والإجراءات اللازمة بأن تنظم الامتحانات في وقتها المحدد. بهذا الخبر سيداتي وسادتي نأتي وإياكم لنهاية النشرة. شكرا لكرم المتابعة، دمتم في أمان الله.